كون مرحبا بكم في قناة أم خولة. كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم كيكة كتجي لذيذة، مقادير اقتصادية، نتمنىكم تجربوها. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير هذه الوصفه، كنحتاجو القشور نتاع الليمونه، كنزيدو عليهم 3 ديال البيضات، كاين كاس نتاع السكر، كنخدمو العناصر مزيان حتى كيذوب داك السكر، مع قبيصه ديال الملح. كنزيدو كاس معمر نتاع الزيت، كنخلطو العناصر مزيان، كنزيدو عليهم السكر فاني، وفي الاخير كنزيد خمارة ونص نتاع الخميرة نتاع الحلوى، وكنزيدو الدقيق. بعد ما جمعت العجينه القوام ديالها كتكون مرخوفه كما كتشوفوا، كندهنوا اللاطه بالزيت، كنرشوها بالدقيق، كنوضعوا الخليط ديالنا، كندهنوا يدينا بالزيت، كنسرحوا العجينه اللي في وسط اللاطه، كنقصوا واحد شويه من العجينه، بالنسبه لهذيك العجينه اللي نقصناها كنزيدو عليها الدقيق، ما كتكونش مرخوفه بحال الاخرى. كناخذو الكونفيتير، انا هنا خديت نتاع المشماش، تقدروا ديروا نتاع الفريز، كتسرحوا فوق العجينه، وبالنسبه للكويره اللي نقصناها كنزيدو عليها الدقيق، كنسرحوها، كنديرو على شكل شرائط بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، هاد الشرائط هما اللي غادي نزينو بهم الكيكه، غادي نديرهم فوق الكونفيتير. الطريقة راه موضحة عندكم في الفيديو.
هذا هو الشكل تاع الكيكه. بعد ما زيناها كندخلوها على الفرن مسخن من قبل على درجه حراره 180. هذه هي الوصفه ديال اليوم، تمنيت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات بالاشتراك باش يوصلكم جديد ديالي.